تتواصل إذن الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان، كما تتواصل في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق أخرى من لبنان. الجيش الإسرائيلي يطالب سكان بلدات في الجنوب بإخلاء منازلهم، وفي المقابل يواصل حزب الله استهداف إسرائيل برشقات صاروخية وبمديات مختلفة. إقليميا، حالة من الترقب تتصاعد في ظل تزايد التوقعات والترجيحات حول رد إسرائيلي على إيران، لا سيما مع التهديد والوعيد الإسرائيلي المتكرر لطهران، فيما الأخيرة تتوعد برد أقسى وأكبر على تل أبيب. تصعيد خطير يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر، عام كامل على الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل مستمرة في حربها لا بل وتوسعها.